سيداتي سادتي، إليكم أحمد سعد في ثوبه الجديد في أولى جلسات بيلبورد عربية. وإزاي أنا هنت عليه
كل ما جاي بيبان وازاي انا هون تعاليهم ودي خيل اي ناس تتساء اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده اختياراتي مدمرة حياتي اختياراتي مغناطيس لناس غريبة ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه كل مرة تندهن لتوبة وترميني بحضن المصيبة المصيبة ليه وليلا ليلا 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 عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون وفيها من الجمال أسرار عليكي كلام يمشي الحزن وبقى تمام يطمن قلبي يرجع خام ف
فكون انا وانت كان اطفال كان اطفال عليكي عيون لابتنا في وانا بتكون وفيها من الامل مخزون وفيها من الجمال اسرار جمال اسرار عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام يطمن قلبي يرجع خام فكون انا وانت كان اطفال كان اطفال عليكي سلام يا قويني على الايام في طاقه تسقني لقدام وبها بكمل المشوار عليكي هدوء حلاوه صوت ونظره شوق اكون زعلان اشوفك اروق واحس براحه انت وزي محمد عاطف خلي بالك عشان بس يعني يبقى كل واحد عارف بيعمل ايه ها
يعني لما يشاور لحد يقول له اعمل ايه ففي حقوق ملكيه هنا يعني. شكلي الحلو عليا كده لا مترستق والانبساط لازق لي لازق ده ما صدق لب زمزق جاي النحني لو حتى كل الدنيا بيتحدى ايه اليوم الحلو ده ايه الناس الحلوه دي حلوة دي يلا يا ملعلع الليلة جاي محلو الواحد متدلع هنولع الدنيا رأس ما خلاص يا نحس بتودع يا ملعلع الليلة جاي محلو الواحد متدلع هنولع الدنيا رأس ما خلاص يا نحس بتودع في شياكة بأداء راسي والوش في تناكة تلاجة أعصابي باردة ومش ناقصني ولا حاجة ايه اليوم الحلو ده شنتك
جاهزين يا جماعة؟
مبسوط قوي قوي ان انا مع بيلبورد عربية. طبعا رؤية فظيعة يعني فيجن خطير ان هم عايزين يشوفوا حاجات جديدة وعايزين يوروا الناس كل ما هو جديد وكل ما هو يعني مختلف وجميل يعني. صح، وخسوا كتير كمان بالموسيقى. انا لا عايز قبل ما اقول اي حاجة واتكلم عن اي حاجة لازم بس اعرف كلنا مع بعض النهاردة تيم واحد، والنهاردة كلنا بنلعب مزيكا في تناغم جميل لان في حب كده ولذاذة، صح ولا ايه؟ لا مش طبعا مش حاسس بامان شايل من حد، في مشاكل مع حد؟ ماشي. الناس كلها لما تكون بتسمع بعض ولما يكونوا يعني في حب بيننا ومقتنعين ببعض جدا كل حاجه بتطلع زي ما احنا شايفين. صح، صح ولا ايه؟ الاول بس احب ارحب بصديقي وصديق عمري يعني محمد عاطف الحلو، وهو محمد عاطف كمان موزع، هو الموزع الاغنيه عليك عيون، فانا يمكن قلت في نص الاغاني يعني، بس هو الموزع بتاع اغنيه عليك عيون، وهو الموزع بتاع اغنيه قادر اكمل، وهو اللي موزع لي اغاني كتير قوي ورايق قوي يعني حاجات كتير حاجات كتير قوي بصراحه. فهو موزع وحبيبي عشان صديقي، هو بنلعب مع بعض كتيم واحد يعني، باحلى شريف في العالم كله منور الدنيا والله بجد بجد. ده مش عادي يعني، ده مش عادي، ده شخص مش عادي اصلا بجد. فالنهارده احنا كلنا 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 اتبسطنا ان هو معانا يعني، مش انا بس اللي اتبسطت، احنا بصراحه بصراحه يعني يعني كان يعني زودتنا بجد. بيباوي، لا بيباوي بص لابس لبس الشخصيه ما بيخرجش من الشخصيه يعني، خلاص انا هكمل جزء انا فاهم الشخصيه. بيباوي طبعا خطير يعني، هو عازف بيز، دايما البيز دايما بيبقى حاجات تحت او بيبقى ارضيه للاغاني، وبيعمل حاجه بيمسك ايقاعنا من تحت كده. انما النهارده احنا سمعنا بيباوي بيلعب سوليست على البيز بشكل جميل وبشكل يعني بسطنا قوي قوي يا عم العالم والله العظيم ثلاثه. وسيبك انت برضو يعني الكوبرا اللي انت لابسها والافعى يعني خليتك يعني ايه في شغل جديد. احمد الارتست، احمد الارتست يعني عائله الارتست كلها يعني، ايقاع ايقاع قلبي، دقات قلبي. احمد الارتست بصراحه النهارده كان تحس ان هم في 10 قاعدين بس هو واحد بس، ففعلا لو تحسوا انتوا كنتوا بترقصوا كلكم، ده واحد فقط واحد يعني، عشان نعمل الشغل ده محتاجين 5-6 جنب بعض كده عشان يعملوا الشغل ده. افتتاحها حلو ولا لا؟ أكيد. أنا عشان انا مأكدة تكون وش استعد يعني، انا مأكدة اللي احنا بنعمله النهارده مش ريميكس. لما الاغاني بتبقى انت عارفها، لما تيجي تعمل لها شكل جديد وليكن صلصة او حاجه، ده بيعمل فيوجن يعني، بيعمل مزج بين نوعين من انواع المزيكا، فانت عارف النوع ده وعارف النوع ده، بس الاثنين على بعض هم دول اللي ممكن يعملوا شكل جديد ويعملوا حاجه جديده تبقى الناس يعني اكسايتد جدا ان هم يسمعوا النوع ده. فدي بصراحه حاجه انا فخور بيها جدا وتجربه يعني بجد محتاج اعملها كتير يعني. النهارده كانت حلوه قوي اختياراتي، صح؟ كانت لذيذه، كانت لذيذه. صح. اختياراتي مدمره حياتي، لان هي اصلا اختياراتي مدمره حياتي، اصلا شكلها الاساسي غريب. انت واحد بيقول اختياراتي مدمره حياتي وهو حزين اصلا، فانت حزين ازاي؟ فممكن يكون شكلها كده علازي شويه. يس، ثانك يو سو ماتش، واتمنى انكم تكونوا مبسوطين قد ما احنا انبسطنا. جدا انبسطنا اكتر منكم بكتير. ثانك يو، ثانك يو سو ماتش. شكرا يا جماعه.